الفرنسي وتعاملوا مع الأجنبي على أرض الوطن. إفكتيفمون هذا هو موضوعنا اليوم. تنجموا تتفاعلوا معنا وتكلمونا على 70 035 120. مرحبا بكامل دونك مكالمتكم الهاتفية. تنجموا زادة كيف كيف تخليوا كومنتاريتكم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لإذاعة الحياة فام. مرحبا بتفاعلاتكم إذا عندكم تجربة وي بوركوا با دونك تحاولوا نحاولوا كيف دونك نتقاسموا التجربة معاكم نشوفوها تجربة من نواحي الكل من الزوايا الكل كيف ما توا غادي نشوف شنو نطرقوا لها في موضوعنا اليوم. نون دونك اليوم بالنسبة لك أنت كيفاش يتعامل الأجنبي؟ اسكو يقبلوا بطريقة سلسة ولكن عندنا مشكل بتخ مع جنسيات معينة أو معروفة علينا نحن كتوانسة بتتخ نتأقلموا مع الدول الغربية أكثر من دول أخرى، بتتخ مع الدول العربية أكثر من دول أخرى، وإلا تونسي بتبيعته إنسان عنده نسبة تأقلم رهيبة جدا فيتأقلم بخيسك مع كل الثقافات مع كل الديانات ومع كل الجنسيات. أنا شخصيا مريت كانوا كل ما جاء أجنبي وعاش في تونس إلا ولاقى ترحاب كبير وما كان باهية بيناتنا، نحترموا الغريب ونخليوه ينجح. وفما برشا أمثلة على كلامي، دخلت عالم التلفزة والراديو والبزنس وكل ميدان تقريبا في تونس فيه أجنبي وناجح ويخدم وبتاتر تونس عطته فرصة كان ما يلقاهيش في بلاده. برشا مشاهير توا ماهمش تونس جاوا تشهروا خدموا وعملوا فلوس ومعناها وعاشوا في تونس عيشة ما كانش هو يتخيل انه يعيشها في بلاده. ذيك عليه انا نرى تونسي اون جينيرال يعطي فرصه للاجنبي وعرفت اللي تحترمني نحترمك. مانيش كيما بلدان اخرى يمشي تونسي يتقلقوا منه والا يولي فما تفرقه والا حكايه تمييز او انا نلاحظ انه اللي يجي لتونس يخدم على روحه يلقى فرصه ياسر محلاها ويعيش. نحن بتدخ نون نحكيه من الجانب القانوني المنظم. دوك اليوم الأجنبي الموجود على أرض الوطن كي تكون أموره قانونية داخل بطر قانونية دوك يلقى حظه كيف التونسي اليوم؟ أي بيان سور هو ما ولا فما زادة في الحظوظ فما تمييز الأجنبي أكثر من التونسي؟ انا نحس بون بوتيتر دونك انا نرى لساعات يبجل الاجنبي في بيتنا بوتيتر على التونسي. يقول لك الاجنبي بتتخي نجم يضيف لنا مهارات اخرى رؤيه اخرى بوتيتر سورتو كي نبداو نحكيو على معناها انواع نتاع عمل اللي مثلا فيها برشا ريفليكسيون دونك بالعربي الريفليكسيون دونك فيها برشا اليات وطرق لي مثلا استنباط بوتيتر افكار جديده او لتحسين او لتحيين او علاش ليه دونك ميزاجور لحاجات معينه. دونك قلت بوتيتر نستفيدوا من التجربه الاجنبيه لتطوير كلك مهارات وتطوير كلك مشاريع بارابور بوتيتر على الكفاءه التونسيه، ولو كان لو انه العكس هو اللي مطروح في الدول الغربيه. دوك يمشي تونس معناها يقعوا التبجيل ولا خاطر يعرفوا الكفاءه التونسيه ويعرفوا الدراسه التونسيه ويعرفوا التوانسه في العلم خاصه كيفاش يقعوا ترتيبهم في المراتب الاولى على الصعيد الدولي. نجنش عندك ما تقول؟ لهنا كنا الملاحظه اللي انت قلتها تبجيل الاجنبي على التونسي كنا نلاحظوها خاصه في الاجانب اللي جاوا في السياح. كان على المستوى السياحي بجلوا الاجنبي على التونسي وكانت توجه كبير ثوره هكا ولا كانت توجه كبير نحو الاجنبي او السياحه للاجانب على حساب السياح التونسي. السياحه الداخليه الخارجيه مباشره في بلادنا على السياحه الداخليه. انت كي تتقابل انت واجنبي ولا تحكي معاه ولا عندك صداقات تلقاه يعرف بلادك خير منك واللي هو شيء يوجع. تلقاه يعرف وتلات بلادك ويعرف ولايات اخرى ويعرف مناطق اخرى اكثر منك انت ود البلاد. لكن كي جات الثورة وخاصة فترة الانغلاق اللي صارت فترة الخوف فترة اللي ما جاتش السياحة الخارجية تناقصت بشكل كبير وفتحوا السوق السياحية للتوانسة دونك رجع لبلاده ورجع لولاد بلاده راهي باش نعشنا الاقتصاد وباش نتعش وباش رجع. من وقتها السياسه تحولت. أيوة. السياسه السياحيه تغيرت ولا التونسي لاقي حظه ولا التونسي لاقي روحه على خاطر نجم سامحني باش نقص على كلمه بالعسل دونك تغيرت بطريقه عفويه ام تغيرت فرضها فوالا فرضها الواقع وضع
الوضع دكا. الوضع لكن رغم اللي رجعت السياحة الخارجية تخدم والسياح الأجنبي جاو ما رجعش اكن نظرة متاع التونسي في المرتبة الثانية لا وليت فما مساواه صح على الاجنبي لقاو في الاخر اصحاب معناها الوكالات والاسفار والاوتيل وغيره لقاو لي عمليه الانقاذ اللي صارت من ولاد بلادهم دونك يلزمني نعطي قيمه للتونسي وعرف قيمه التونسي اون فان كونت ورؤيته للسياحه الداخليه وهو مساهم بصفه كبيره للسياحه الداخليه وخاصه لترويج هذه السياحه الداخليه للخارج دونك احنا هذي لكن فيما يخص التوانسة المقيمين الإقامة في تونس راهي كي تكون الإقامة قانونية والإقامة أمورها واضحة راهو برشا توانسة يجيو ونلاحظوا لي برشا ناس قاعدة تجي لتونس وتشري في ديار في تونس ويحب يكمل باقي حياته في تونس ولا ياخو الرتريت متاعو من دولة أجنبية ويجي يقيم في تونس وفما اللي عنده ديار يجيها من الصيف للصيف في بحر في تونس دونك قاعدة تتنمى بصفة كبيرة سواء من الجانب الأوروبي أو من الجانب العربي خاصة نلقاو أشقائنا الليبيين ولا أشقائنا الجزائريين اللي جاوا ولاو يقتنيوا منازل وإحنا نعرفوا اللي كي قامت الثورة في ليبيا اللي الليبيين برشا منهم جاوا ودخلوا واستقبلوهم توانسة وسكنوهم في ديار وعطاوهم في عهد الباجي قايد سبسي الله يرحمه دونك هذا صار بن قردان بخسك كلت كلها ليبيين وتفتحت أبواب ديار توانسة للليبيين واحتضنوهم بدون أي مقابل وكلوا من قوتهم وتعايشوا معاهم ومعناها لليوم فما برشا ليبية تزور التوانسة معناها معناها خطر ولو أهلهم أهل أهل ولو أهل دونك من غير حتى معناها رؤية مصالح معناها العلاقة ما عادش عن مربوطة بعلاقة المصالح ولكن ولات علاقة عفوية مبنية على الإنسانية مبنية على التآلف سختو نعرفوا نحن قيمة الإنسان وقت اللي يقف معاك وقت المحنة فوالا لكن ما ودي ما عندي لكن نوش نوش لكن ناكل 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 دونك لكن في الإطار هذا يا سيدي كجا محمد قصرة وقراني جات نحب نروح جاتين جات لا داري اللي قد غادي يضرب الجوع لكن في الإطار هذا يا سيدة نلقاو فما توانسة تقلقوا من الأجانب خاصة بعد فتح الباب لشراء العقارات في تونس وشراء العقارات من طرف الأجانب راهو نعرفوا احنا الانعكاس السلبي نتاعو على المقطع الشرائي نتاع التونسي خاطر بالشهر ارتفع أسوام العقارات بدرجة كبيرة والتونسي اللي هو قاعد يخدم بأجر محدد وبشهرية معروفة راهو ما عادش قادر باش يملك دار اللي هي من أبسط حقوقه الحياتية دونك فما زادة توانسة من وجهة نظرهم يتقلقوا من الأجنبي المقيم اللي جاء غلى عليا أرضي هو هذا اش صار هو إغيال فعلا. اليوم غلاء الأسعار في كل ما عنده علاقة بالعقارات هو حتى غلاء المعيشة زادة كلكو باغرة وساهمت فيه بطريقة أو بأخرى الفترة اللي دخلوا فيهم من الأشقاء متاعنا الليبيين إلى البلاد التونسية خاصة في أزمة الحرب وقتها في ليبيا دونك نعرفوا بالقدام كيفاش خاصة في المركبات التجارية وفي المغازات الكبرى كنا كي نمشيو باش نقضيو في الوقت هذاك راه فما برشا وقتها مواد ما نلقاوهمش ويقول لك رانا قاعدين نوفروا ولكن نظرا للعدد الطلب اكثر من الانتاج او العرض هو اللي خلى اولا غلاء الاسعار وثانيا عدم توفر في بعض الاحيان للمواد الاساسيه مش بنفس الوتيره اللي نعيشوا فيها توا ولكن توجدت في وقت من الاوقات لكن هذا ما كمان ما زرعش فينا مشكل متاع تأقلم أو قبول أو التعايش مع الأشقاء متاعنا الليبيين دونك بالعكس إفكتيفمون دايوغ اليوم مازال كي صار الزلزال في لبنان وفي تركيا وكانت تونس من بين والسودان وكان وسوريا شبيه ديريكت في مخي السودان خاطر نحكيو على الشقه سوريا وتركيا فوالا ايفيكتيفمون دونك صار الزلزال هذايا دونك من بين البلدان اللي تطوعت وكانت سباقه في التطوع لتقديم دونك الاعانه ويد المساعده دونك من بينهم كانت تونس بالرغم ان تونس كمان دوله تمر بظروف صعبه 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 صعبه
صعيبه برشا ما نقولوش صعبه نوعا ما، ولكن صعيبه برشا، ولكن هذا ما وقفش من مد اليد المساعده على خاطر التونسي هذاك هو منجم يكون، وكان هكا رانا مانيش نتصنعوا فيه، هذايا راهو موروثنا عادتنا تقاليدنا وتربينا وتربينا وترانينا على التربيه هذيا من قبل من قديم الزمان، دونك توارثنا بتتخط بيعها هذيا بطريقه او باخرى. رنوش باهي، انا باش نحكي تجربه شخصيه. عنا في الدار نجم نقول باهي، عرفت شكون هي اسمها إيلاريا تاليانية، عرفناها بالصدفة أنا وبنيت خالي، وطلعت تجي القروين وكل شيء، وليت ديما تجي بحذينا للدار، حسيل ولينا كيف ما تقول هي الخالي تقول له بابا ومرت خالي تقولها أمي يعني. الحق من الأول ما قبلتنيش ملكري اللي عاشة معانا في الدار، خاطر كانت تمر بظروف صعيبة شوية في الأوراق وكل شيء، ما قبلتش أصلا كيفية احنا حاطين شاربة وكل شيء، خاطر مرت خالي مدينة ما قبلتش الميكلة أصلا، أي لكن بعد احنا كيف ما هي قبلناها يعني، لكن هي لقات صعوبة في أنه تقبل عاداتنا وتقاليدنا، رغم اللي احنا تأقلمنا معاها وقبلنا اللي هي تعمل فيه يعني، لبس صوتها كلامها تاتواج اللي هي يعني عامله تاتو كل شيء، رغم اللي خالي يعني متدين نجم نقولوا احنا يصلي كل شيء، لانه قبلناها كيف ما هي يعني. حبيت نقول اللي هما يلقاو صعوبه، ومش الكل بطبيعه، لكن هما عندهم صعوبه نوعا ما من انهم يقبلوا الاخر يسرتو عربي ويسرتو تبدا مسلم، واحنا العكس بالعكس. الحاجه ذي ديجا شفناها في مسلسل يحكي الواقع برشا، هو مسلسل الحرقه، كيفيه حتى كيف يعاونك يقول لك وقت اللي عطيتو الميكلة وقالت له عربي ممسخ يعني، سامحوني في الكلمة. هو إفكتيفمون هذاك شنو قاعد يصير في إيطاليا، قاعدين بالحق نتذلوا خاطرنا عرب، ما يقبلونيش لكن يقبلوا أنهم هما يجيوا لتونس. المعاملات بالحق تختلف، مانيش يعني نشكر في الشعب التونسي لأنه، لكن احنا بالحق كيف من هكاكا، ولي ونحن اكثر من بتتخ من هكا رانيم، دونك ميرسي على التجربه الذاتيه اللي راهو نحن ما نستنيوش حتى هو يقول تنجموا تستضيفوني، رانا نحن نقترحوا الاستضافه، هيا معانا فوالا ايفيكتيفمون بتاع هيا بحذانا بتاع ايجا تفضل ايجا جينيرالمون ديما اون بروبوز الكسكسي معناها ك باش نذوقوهم جوستومون الماكله التونسيه، دونك ديما الاستدعاء يكون حول ماكولات معينه اللي هي ترمز معناها هي الحضاره التونسيه نتاعنا الرمزيه دونك التونسيه، دونك ماناش معنيش بتيت à ce point mouchkla fi ta'aql hatta sa'at peut-être hatta fi jwa ma'na naqblu bach tadkhlu lshan nta' aljama bien sûr avec hurmat aljama ma tatmassach ma naqblouch bach tadkhlu li wast aljama donc bayt as-salat min ghir ma ykounu masturin walakin ma'anash kel akrafd wa illa kel التشدد effectivement في 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 المعتقدات وفي وفي العادات الاجتماعيه نتاعنا، دوك عندنا كمان مرونه الى حدود معينه اللي يسمح به ديننا، ولكن هذا الكل يقعد ديما رمزيه كمان ايجابيه ومعطى ايجابي على التونسي في مدى تقبله للاخر ومدى تقبل الاختلاف. باغ كونتخ يقولك نحن نحبوا الأجنبي، أما نحن في بعضنا ساعات فما مشكل في بعضنا ساعات بجل الأجنبي في استضافته، ما تبجلش بتتخجارك وقت اللي هو يكون مثلا باغ إكزومبل ما بيناتكم مشكل صغير، دوك تبكي تحط قدامك زوز أطراف تو بريفير تستضيف الأجنبي كو على إنسان بتتخ عندك معاه مشكل إتيتيغا تونسي على تونسي. نجل به انا لهنا عندي ساعه التكمله لحديثك بكري ونجاوبك على هذا. التكمله اللي كان لاحظته في تونس ولاحظنا الكل بعد قدوم اشقائنا السوريين قديش ارتفعت افتتاح محلات وتلا باختصاصات شرقيه او اختصاصات سوريه بحته، ولينا نحبوا ناكلوا ماكلتهم ولينا نمشيو باش نكتشفوا ماكلتهم ونكتشفوا اطباقهم، ولينا زاد نحكيوا على فرق فنيه تقدم عروض في العروسات اللي هما سوريين، ولينا نحبوا لبستهم خاطر دونك ساعات بتبدليك قلك تقبرني ولينا نحكيوا معاهم نبداو نستعملوا في شويه مصطلحات
الساعات اللي هي سورية متاحهم بحتة. دونك ولينا شوية بشوية دخلوا في عاداتنا وفي تركيبتنا المجتمعية وإحنا قابلينهم بفرحة. تبدأ تحكي معاه وتحس روحك فرحان بيه. هذه الحاجة الباهية. اثنين نجيو لحكاية اللي تنجم تقبل أجنبي على تونسي عندك معاهم مشكلة. أما روقت الشدة الصحيحة ما يبيعش. ليه معك؟ معك. روقت الشدة الصحيحة التونسي ما يعطيش التونسي لا خارج أرض الوطن ولا داخل أرض الوطن. تونسي للتونسي يقعد رحمة. وقت اللي مش يحس التهديد من الأجنبي راهو وقتها ينسى، وقتها يتحول أنا مع ولد عمي. حتى لأن وأنا ولد عمي على البراني. أكيد. يعني مهما سارت بيناتنا مشاكل. لكن ما الطبيعة البشرية سونيا ما تعرف عبد تبدأ بينك وبينه. نبزية ولا مشكلة ولا حكاية توليك حاجز هو مش مرئي، حاجز نفسي. شفاف نفسي يمنعك من التواصل معاه. بار كونتر الشخص الآخر تبدأ أمورك باهية معاه واضحة معاه وعشرة طيبة وتحب تكتشف زادة وعشرة طيبة وتحب تكتشف وتضيف وصحتي سخفك ودي ساعات راك فما ناس تقبل ناس مسكنات ويلقاو رواحهم في الآخر في مشكلة وإشكال قانوني لمجرد اللي كيوصل يقول راهو سخافني راني قبلت وسخافني ولا راني لقيتها في الشارع ولا راهي ضايعة ولا ما عنديش وين تبيت ولا ما عنديش فلوس باش تمشي لوتيل راني جبتها لوجه الله على خاطر الانسان هذا ولا الانسانه هذه عندها اشكال لهنا يلقى روحه خارق للقانون لكن بصفه انسانيه فعل الانساني الجانب الانساني فيه على الجانب القانون نون كي نوجه لك السؤال شنو كيفاش تنجم توصف علاقتنا باخوتنا الجزائريين خاوة احنا تزيري معادش في مخاخنا معادش اجنبي ولا تزيري منا عرفت موجودين برشا في سوسة في قروين في تونس خاصة في الصيف حتى في معاملاتنا وخدمتنا وقرايتنا يجيو يقراوني والنسبة كبيرة منهم هما يقراو في تونس احنا مش فهميش تونس يقراو في تزير فما فما نسبة نسبة قليلة اما النسبة متاع تزيرية اللي يقراو في تونس اكثر نقصد ما وزد الرقعة الجغرافية متاع تونس نحن نكتفي الجزائر راي الجزائر هي لا حبيت نقول اللي يراو علاش قالوا خاوة خاوة على خاطر احنا يعني نجم نقولوا اللي اشترت زير كانت تبع تونس لكن هي تزير وتونس مع بعضها كانت باسم تونس كها ولكن بعديك قسم افريقيه حتى في حتى في العادات وفي التقاليد وفي الكلام وفي برشا لبعضنا حتى يحبوا ماكلتنا ويحبوا جونا ونسمعوا الاغاني نتاعهم ويسمعوا الاغاني نتاعنا معناها مش نحكيوا هنا على اجنبي احنا الاجنبي في مخاخنا هو الاوروبي الالماني الايطالي الفرنساوي معناها اما اجنبي نتاع ليبيا وجزائر ومغرب وموريتانيا ومش اجنبي عنا احنا مصر واي دوله عربيه اي دوله عربيه راهو باه تري بيان دونك توما اللي تسمعوا فينا تنجموا تتواصلوا معنا تنجموا دونك تكلمونا على 70 035 120 مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه تفاعلا مع موضوعنا اليوم نخرجوا توت سويت استراحه موسيقيه وهنا راجعين ما تبدلوش